محمد دكروري مرة تانية. دكروري مساء الخير عليك. مساء الخير يا أمير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة المدير. تحياتنا ليك يا دكروري، عايزين نعرف منك آخر أخبار مران الفريق النهاردة. بدأ المران يا أمير بأول حاجة كان في محاضرة للعيبة مع كابتن سيد عبد الحفيظ وغرفة ملابس اللعيبة، وبعد كده بدأ المران بمحاضرة لمستر رينير فايلر. بعد المحاضرة كان في جري حول الملعب مع مستر توماس وبعض التدريبات اللياقه البدنيه، بس معدل التدريب ابتدى يخف شويه في اللياقه البدنيه. بعد كده المران شهد تقسيمه ما بين فريق الازرق وفريق الاحمر، تالق في تدريب افشه وصالح جمعه واحمد فتحي من الجانب الازرق، وتالق من الجانب البرتقالي الاورنج، وتالق من الفريق الازرق عمرو سوليه وحمدي فتحي وحسين السيد. وطبعا شهد مستر مايكل مدرب حراس المرمى تدريبات مكثفه، والنهارده كان بيركز على الكرات العرضيه مع الضغط على حارس المرمى وهو بيعمل البيك اوف بتاعه. كان النهارده التركيز من مستر مايكل يانكوني على التدريبات خاصه العرضيات. كويس، ده مع الحراس. طيب فيما يتعلق بالمصابين يا دكروري، اخر الاخبار ايه بالتحديد فيما يتعلق بوحيد رامي ربيع؟ النهارده اكتفى بالجري الخفيف حول الملعب، ومحمود وحيد كذلك برضه اكتفى بالجري حوالين الملعب، وما زال محمد محمود يواصل تدريباته التاهيليه للعوده للمره اخرى للملاعب، وكذلك كابتن فهد التمريري يواصل تدريباته التاهيليه. طيب هل تحدد يا دكروري الفريق هيسافر بطياره خاصه لغينيا الاستوائيه ولا هيكون سفر بخطوط عاديه عن طريق الوصول لاثيوبيا؟ هو حتى الان السفر بخطوط عاديه الى اثيوبيا، ثم ترانزيت في اثيوبيا، ثم الى غينيا الاستوائيه. طيب فيما يتعلق بالمباراه الوديه، هل تم تحديد موعد للمباراه الوديه خلال الفتره اللي جايه؟ لا، ما فيش اي تحديد موعد. بسؤالنا للكابتن سيد عبد الحفيظ لن يتم تحديد موعد لمباراه وديه. طيب نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا زميلنا العزيز مخرج قناه الاهلي ومراسل القناه في هذه اللحظات ملعب مختار التتش، واللي قال لنا كل الاخبار اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي.